كتابنا اليوم بيحكي عن مجموعة من عبدة الشيطان يلي بيكون في مجموعة أصدقاء بيوقعوا ضحية لغضبهم بسبب غلط بيرتكبوه. بدأ الفيلم ببنت بتكون جايبة غراض، وقت بتنزل من سيارتها بتتذكر مفاتيح السيارة فبتركض لتشوفهم وبتكون نسيانتهم جواتها. بعدين بتروح لتفتح باب البيت وفجأة بتسمع صوت، بتروح على مصدر الصوت وبتشوف حنفية عم يطلع منها دم على السطل، ولما بتمد إيدها لتتأكد بتشوف راس مقطوع بقلب السطل، فبتخاف كتير وبتركض على البيت وبتلاقي إنه على إيدها ما في شي، وبتلاقي الباب انفتح لحاله والمفاتيح معه، وبتطلع بالمراية وبتصير تسمع صوت مخيف طالع منها، وفجأة بتنكسر فبتصرخ وبترجع لورا ومنشوف انعكاسها بالمراية عم يضحك، والباب بيتسكر لحاله، وفجأة بتصير الدنيا ليل وهي ما بتعود تستوعب يلي عم يصير، وبتسمع صوت مخيف عم يضحك، فبتصير تحاول تعرف مصدر الصوت، وكل ما بتمشي بيطلع صوت من لوحة الطفلة يلي معلقة على الحيط، وفجأة بتلاقي الطفلة اختفت من اللوحة وبتظهر لها بشكل مخيف، وبعدها بيرن التليفون بس بتلاقي خطه مقطوع ولسه عم يرن، ولما بترد بتسمع صوت مخيف كتير، وبصير باب البيت يندق بقوة فبتحمل سكين وبتروح لتفتح الباب، وأول ما بتفتحه ما بتلاقي حدا، فبتسكره وبترجع لجوا، وفجأة بيرجع التخبيط على الباب، ولما بتفتح الباب بتكون مانجو بي وبتقلهم يفوتوا لجوا، وبعدها بتصلها رسالة من بي وبيكون عم بيخبرها بأنهم ما رح يقدروا يجوا الليلة، لأنه صار عندهم فيضان، وهالشي أثر على الجسر، فبتتفاجأ هي بأنه مين ممكن يكون يلي وصل قبل شوي. فبتخاف وبتصير تطلع على الدرج بسرعة بس بتضل عم تطلع بمكانها وكأنه الدرج ما عم يخلص، وبيطلع لها وحش مخيف بس بتقدر تهرب منه، وبتفوت على غرفة وبتلاقي حالها متسطحة على التخت وبينرفع عليها الغطا وبتنرفع لفوق، بس فجأة كله بيختفي وبتلاقي انه وصلها مسج على اللابتوب، بيكون في شخص عم يهددها وبيقلها تطلعي من الشباك، ولما بتطلع بتشوف شبح مخيف تحت، وبيصلها مسج على موبايلها بصور لها وهي بالبيت، اول ما بتندار بيطلع الشبح وراها، فبتحاول تهرب من الغرفة بس الباب بيكون مقفول، وفجأة بتلاقي إنه الشبح اختفى، وبيطلع الشبح من وراها وبيمسكها من راسها فبتصرخ، وبتصحى وبتكون عم تحلم، وبيجيها مسج على موبايلها من مانجي اللي بيخبرها إنه هو وبي ما رح يرجعوا لأنه صار عندهم فيضان، تقلق أكتر لأنه السيناريو بلش ينعاد، فبتقوم وبتطلع من الناظور من الشباك، وما بتلاقي حدا، وفجأة بيصير الباب يخبط بقوة، فبتروح بتحمل السكين ولما بتقول مين بيقول لها أنا مانج، فبتفتح الباب وبتكون مو مصدقة، وبتطعنه بالسكين وبتقتله، وبيصلها مسج من مجهول وبيقول لها كيف قدرتي تقتليها أنا. هي بتبلش تنهار وفجأة بتسمع صوت خبطة، وأول ما بتندار بيظهر لها الوحش وبيهاجمها وبيقتلها وبيفصل راسها عن جسدها، ومنشوف مجموعة من الأشخاص لابسين أسود وطالعين من غرفتها. بعدين منشوف كاتب قصص رعب بيكون عم يعرض قصته على مديرته، وبالليل بيكون هذا الكاتب بالشركة وبتتصل فيه مديرته وبتخبره إنه مالها جاية على المكتب وإنه بكرة الصبح بتعين القصة، فبيستغرب وبيقلها لكن أنا مع مين كنت قاعد، فبتعصب عليه وبتقله لا تكون أحمق، وهو واقف بصير يسمع صوت أغنية، بيحاول يلحق مصدر الصوت وبيلاقي المسجلة شغالة فبيطفيها، وفجأة بتنطفى الكهرباء بكل المكان وبيطلع صوت وحدة عم تقول أنا وحيدة، بالإضافة لأصوات كتير مخيفة، وأول ما بينفتح الأسانسير بتطلع منه بنت شكلها مخيف كتير، هو بيصير يهرب وبيركض على الدرج لتحت ليحاول يطلع، بس وين ما بيروح بيلاقيها بوشه، وبيرجع بيطلع بالأسانسير وهو جواته بيصير يهاجمه شي خفي وبيخطه بالحيطان، وبيفتح الأسانسير بنفس الطابق يلي هو فيه وبيلاقي مديرته قدامه وبتقله الحقني على مكتبي، بس هو ما بيصدق يلي شافه وبيرجع بيكبس زر الأسانسير لينزل، وبيطلع له شبح البنت من وراه وبتهاجمه، وفجأة بيصير كل جسمه أحمر وكأنه عم يشعل نار وبيصير يصرخ، ولما بيصل الأسانسير لتحت بيكون بوي على الأرض وبيصحى وبيقوم بيطلع فورا على الكراج، وبيطلع ليركب سيارته وبيلاقي زميلته وراه وبتعطيه المفاتيح، وأول ما بيمشي بالسيارة بيصار الشبح قدامه وبيختفي، فبينزل من السيارة فورا وبيلاقي الشبح جنبه بكل مكان بيرحله وبينهار، فبياخد فأس من على الأرض وبيهجم على الشبح وبصير بيقتله، وبعدها بينتبه إنه الجثة يلي على الأرض جثته لإله، وبتجي سيارة وبتخبطه وبتكون مديرته يلي بالسيارة، وبتنزل لعنده وبتقله الوقت انتهى يا بوي، وبتجي زميلته ديانا وبتصير تضربه بالفأس بقوة لحد ما يموت، وبيتركوه وبيمشوا، ومنشوف الشبح قاعد قدامه، ومننتقل لبنت بتكون عم تركض بالطريق وتعمل رياضة، ومنشوف إنه في وحش مخيف عم يراقبها، وهي عم تركض بتسمع صوت طفلة عم تبكي فبتروح لعندها لتشوف شبها، والطفلة بتقلها بترجاكي تساعديني، وبتقوم بتركض وهي بتصير تلحقها بس بتضيعها وما بتعرف لوين راحت، بتفوت على غابة وبتصير تدور عليها وتنادي لها، وفجأة بتصير تسمع صوت الطفلة وهي عم تصرخ، وبتجي لعندها وبتصير تأشر لها بإيدها، ولما بتطلع هي بتلاقي مخلوقات مخيفة قدامها فبصيروا يركضوا هنن التنتين، وبيوقفوا على جنب وبتصير تسأل الطفلة إذا هي ضايعة فبتقلها إيه، وفجأة بيطلع صوت مرعب وبتمسك هي بإيد الطفلة، ولما بتندار بتلاقي الطفلة عبارة عن جثة مرعبة، فبتصرخ وبتلاقي كل شيء اختفى من حواليها، بتصير تمشي بالغابة وتدور على الطفلة، وهي ماشي بتحس بشي غريب ومنشوف وراها وحش مرعب، ومنشوف هذا الوحش عم يلحقها وبتصير تركض،
لتلاقي طريق الخروج من هي الغابة المرعبة، وفجأة بتلاقي الطفلة عم تركض، ولما بتقرب منها بتشوف مخلوق مرعب وبيهاجموها هدول الوحوش وبيغمى عليها. بعد بتصحى وهي بالغابة ولابسة فستان أبيض حواليها شعلات نار، والوحوش محوطينها من كل مكان، وبتجي وحدة معهم وبتغرز حديدة براسها وبتقتلها. بعدين منشوفها وهي مرمية على الأرض، وبتجي الطفلة لجنبها وبيكون جسدها صار وليمة لسكان الغابة المرعبين، ومنشوف إنه يلي صار عبارة عن قصة عم يكتبها شخص، وبتذكر بالأخير بأنها قصة حقيقية. وبعدها مننتقل للأخبار يلي بيكونوا عم يحكوا عن محامي اسمه بروتو وبيكون مشهور كتير، ومننتقل لسامي يلي بيكون قاعد بالبار. بعدين بيفوت على الحمام ليغسل وشه وبيلاقي مرة عجوز فاتت على الحمام، وبعدها بيفوت صديقه جو وبيفوت على نفس الحمام لأنه بيلاقيه فاضي. بيستغرب سامي كتير، وبعدها بيلاقي العجوز طلعت من الحمام، ولما بتطلع بيلاقي سام إنه يلي شافه مجرد تهيؤات. فبيطلع وهو راكب بسيارته بيتصل ببروتو وبيسأله إذا جاي، فبيقله بروتو إيه، بس اضطر يتأخر شوي. وهو ماشي بالسيارة منشوف دخان أسود حاوط السيارة، وبيظهر له شبح مخيف، فبيوقف السيارة وبينزل منها، فبيركض بياخد سيفه من السيارة وبيركض ليهجم على الوحش، بس ما بيلاقي حدا. وهو واقف بتجي سيارة تاكسي وبتمر من جنبه، وبيلاقي فيها نفس العجوز يلي دخلت على الحمام، وبيشوف الشبح قدامه وبيصير يسيطر عليه، وسام بيحاول يقاومه بس بيقدر الشبح يشله بالكامل وبيرميه على الأرض. بعدها بيصحى وبيلاقي حاله على الأرض، فبيقوم وبيوقف وبيسمع صوت عم يقول له لوين رايح يا سام، وبيظهر له شبح البنت وبترمي له البنت السيف، بس هو بيطلع الفرد وبيقوصها وبيرجع على السيارة. وفجأة بيلاقيها رجعت قامت وصارت تضحك وبتهجم عليه، فبيوقع على الأرض وبتروح بتاخد السيف وبتضل بتطعنه ليموت وبتتركه وبتمشي. وفجأة بيصحى وبيكون عم يحلم، وبتنرمى قدامه لعبة غريبة، وبيلاقي مجموعة من الأشخاص لابسين أسود واقفين قدامه ومعهم الطفلة وبتشاور على شيء. ولما بيندار سام بيلاقي الوحش وراه، وبيرجع بيصحى وبيحمل فرده، بس ما بيكون حدا حواليه. وبيجي لعنده بروتو وبيخبره إنه حالته فريدة من نوعها، وهذا يلي خلاه يجي لعنده، وبيطلب منه سام إنه يساعده، فبيقله بروتو يخبره شو يلي صار، وهو على أساسه بقرر إنه يبقوا بهذا المكان أو يغادروا. فبيحكي له سام وبيحكي له عنه وعن رفقاته، وإنه صداقتهم كانت كتير قوية وعملوا كتير من الأشياء المجنونة سوا، وبالغلط أحرقوا فيلا كانوا مستأجرينها. وبيخبره إنه اختفوا فجأة، وصديقته أنا يلي شفناها ببداية الفيلم آخر مرة كانت بفيلا أبوها، وبوي آخر مكان انوجد فيه هو مكتبه، وروبي آخر شي سمعوا عنا إنها كانت على الشاطئ، وبيقله إنه مستحيل يختفوا بهي الطريقة، وإنه أكيد في عمل شيطاني بالموضوع. وبيقله إنه مرة قرروا يروحوا لغابة رانجو، وإنه سمعوا عن الخوارق يلي فيها، وقرروا يخوضوا سباق على الطريق تبعها لأنه طويل، بس من سوء الحظ إنه واجهتهم مصيبة، وهن سايقين بسرعة بيخبطوا بنت، وبينزلوا ليتفقدوها وبيلاقوها ميتة، وبعد تفكير بيقرروا يدفنوا الجثة، وفجأة بيلاقوا رجال عجوز إجا لعندهم وصار يصور ليكون عنده دليل. ولما بيقربوا لياخدوا منه الموبايل بيهرب، بس بوي بيقدر يلحقه وبيضربه بحجر على راسه، فبصير بوي يضربه بقوة ليموت العجوز، وبيلاقي بإيد العجوز خاتم فبياخده. وبورجي سام الخاتم وبيقله إنه هذا الخاتم بيستعملوه عبدة الشيطان بطقوسهم، وبيكون متوقع إنه هدول الطائفة عم يطاردوهن لأنه قتلوا واحد منهم، وبيقله إنه هو بيكون آخر شخص بقائمة ملاحقة الشيطان، وبيقله بروتو إنه يخبر الشرطة ويشرح لهم كل يلي صار، وبيطلب منه بروتو يفتح كاميرا موبايله ويصور حاله فيديو ويقدم اعتراف عن كل شي صار ويحكي الحقيقة، وبيقول إنه هو قتل رفقاته الثلاثة. ومنشوف إنه الفيديو انتشر بطريقة رهيبة والعالم وصفوه بالوحش، وبعدها منشوفه وجنبه الوحش ومسيطر عليه وبيخليه قوس حاله، والإعلام قال إنه بعد تسجيل الفيديو الاعتراف سام أطلق رصاصة على راسه وانتحر. وبالأخير منشوف بروتو بسيارته وبيقول مسكين ما كان عارفان مع مين عم يتعامل، ومنشوف شخص واقف على البرندة عم يسمع الأخبار وبلش الوقت، وفجأة بيظهر الوحش وبياخد له بنته وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.